السلام عليكم ورحمة الله. أهلا مرحبا. قاعد أشتغل على مشروع، قلت أسجله لكم، خليكم عندنا موجودين. يالس أسوي الجزيرة اللي كنت أقولكم عنها، أشل رمل من تحت الماي. طبعا مكلف بيكون على فكرة، شوفوا كم بالألف، شوفوا كم الكوست، شوفوا كم. هذا راح يسوي جسور، راح يسوي يفتح نطاق جديد حقنا، شوي نطاق جدا جديد. بسوي جزيرتين، سوي جزيرتين، ما عندي مساحة في وسط الاثنين كافية، فبخترع مساحة مثل ما تقولون. قاعد اشيل رملة من تحت، اظني ما يضر. ما اعرف اذا بيسوي مشاكل على فكرة، فلا تسألوني. ما اعرف اذا بيسوي مشاكل في المنطقة ولا شل كل هذا الرمل راح يسوي لي من تحت مشكلة. لكن حاليا قاعد اشيل رمل من داخل البحر، ويالس احطيه فوق باختصار. بس لحظة، سوري. انزين، ويالس اسوي جزيرة، لان ابا اسوي مكان انتاج ماي في نفس الوقت يكون بعيد عن العالم، بيكون مدينة صغيرة، يعني بتكون خرية فيها مركز شرطة صغير، فيها شسمة صغير، فيها كل شيء صغير، مدينة دائرية شبه دائرية. ما في جزيرة دائرية 100% بالضبط، صح؟ المفروض انه ما في، المفروض انه ما في. يستوي انه يكون موجودة، لكن اللي اقصده يعني ان طبيعة الحال ما تكون الجزر متساوية يعني. بس اذا جت وحدة دائرية 100% بيكون موجود عادي يعني، ما في مشاكل. بس هل هذا بيسوي شيء في الووتر ليفل ولا ها؟ ما اعرف. هل بيرفع الماي على المدن مالي؟ المفروض انه ما يرفع، لانه قاعد يشيل من تحت الارض. جالس احطي فوق الارض، فالمفروض اني قاعد احفر اصلا قبل لا اني اسوي مشكلة في الليفل صراحة. بس الجزيرة هاي مش صغيرة ترى على فكرة، الجزيرة فيها بيكون عدد سكان حلو. هاي الجزيرة الموعودة، وعدتكم انها في جزيرة ذيك اليوم، الحين قاعد اسويها. الحين قاعد نسويها جزيرة. بس ياس طالع الووتر ليفل، انا بيزيد ولا مو بيزيد؟ احس انه بيزيد شوي. بس حلوة الجزيرة على فكرة، اظن حجمها مناسب الحين، بس ما نحتاج جزيرة في الوسط حجمها اكبر. بس ما انا عندي شوي رمل، خل اكبرها شوي على قياس اللي عندي، على قياس اللي عندي. اظن تكون كفاية هاي. لا بعد يبالي شوية ارفعها، لان لحظة خلونا اشيل الماي من تحت، سويها من هني، ننزلها شوي، ناخذ هذا قياس حقنا، نسويها بالطريقة هاي. جزيرة مش صغيرة صراحة وايد، بس اعتقد انه يستاهل، اعتقد انه يستاهل. بنسوي عليها بعد فيري على فكرة، ممكن نسويها بس فيريزا، انه تنقل عليها بس عن طريق البحري، بس مواصلات البحرية. بس لا ما ينفع، لازم افا افا. اوكي لحظة 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 لحظة، جبت العيد، جبت العيد. اروم اشيل له هذا، ايوه. اسف اسف يا صديقي، انا اسف. زين الحين نشوف كيف. حدد لهم انا مكان. اوكي
لحظة. اوكي. الحين بيمشي حالهم. الحين بيمشي حالهم. لأن من ساعة جبت العيد. والله جبت العيد. اوكي. الحين زين بيمشون. بس الحين ابغى اجيب الجسر وما اخرب ممشاهم. لأن هاي الجزيرة أخبركم والله بتكون جميلة، ترى جزيرة جدا جميلة بتكون. خلنا نخلي الشارع الرئيسي اللي حولها أخضر وحشيش. لحظة، 90%. الطريقة هاي تركب ركبة طيبة. أساس لا، خلنا نخلي الشوارع سيدة. الشوارع أصل ما بنحتاج. الشوارع أكبر. هذا شارع، هذا شارع، هذا شارع، هذا شارع. هاي المدينة الجديدة. مش مدينة، هاي تعتبر قرية ترى على فكرة. يعني لا تقولون مدينة، مش مدينة، قرية. قرية اتمكس يا اخي. والله مالي خاطر اهدمك، شكلك جميل لكن انت على الدرب الصراحة. لا بيطوفون السفن عادي من تحت، مو عندهم مشاكل. شوف السفن وين تطوف من هالاماكن هاي. نسويها بالطريقة هاي، احسها جميلة الطريقة هاي. ما اعرف كان ممكن اجيبها سيدة بس ما بغيت. احلى السفن كلها تمر من تحته ولا؟ ابى رايكم تحت ولكم تخبرون. بلاهم كلهم مروا يحتاجوا مي. في شيء غلط في المي؟ ما مش مفروض تحتاجون هالكثر مي ابدا، لان في مي. بيكون لها تي فنانة، مركز شرطة صغير، وهذا بروحة بسوي له 2-3 بومبنج ستيشن ماي. الحين هي الهدف منها اصلا هني يكون فيها شو ماي، بس خليها بعيد عن مجرى السفن عشان الناس اللي تركب ما تحس ان المنظر قبيح. سوي لها ماي، نسد الاحتياج. وانت تعال هني، ابو واحد منك على الاقل، واحد على الاقل، ابو واحد اتليست. انزين نسوي هنا طبعا الشركات ولا الشركات اللي ترعى الشيء هذا لازم يكون لها فرع هني على بمبات المي. انزين والكهرباء بسيطة، كهرباء نجيبكم هنا، انا عندي خط ممدود جاهز. انزين الشركات اللي تهتم في الشيء هذا يكون عندي على البحر كله من برا. شو عماير الناس هني تداوم تي اكثر شيء وتطلع يعني. ومكاتب الصوب الثاني حلو والله. شكل اخر شيء بسويها عماير على فكره. كنت باها قريه بس قمت تشوف المكان رومانسي حق عماير في نص البحر. يكون شيء جميل صراحه، انا اشوفه بيكون شيء جميل. هني بيكون عندك الاراضي الباقيه مال السكان، بس ما ظني يبغى مركز شرطة كبير، وهذا مركز شرطة صغيرون. زين شوفوا عيادة
وايد عليها مقبره لابد منها. هاي لابد، هاي انا مجبور فيها المقبره. زين مطافي صغير، مركز شرطه اذا يركب في الوسط ويكون فنان. افا ما يركب، مركب هني، مركز شرطه صغيرون حلو، فيري دوبت صغير، فيري دوبت صغيرون بينه وبين اي مدينة، ما تفرق بينه وبين اي مدينة لان هذا بس شي على الدرب. لا بغير مكانه، مش اوكي مكانه ابدا، بحطي مثلا هني. زين يكون موصول دايركت في الخطوط، في خطوط الملاحه اللي موجوده حاليا يعني. ها كان دوار بس انا خابصنا شوي، بس لو كنت مسوي مربع وخليهم يدخلون فيه كان احسن صدق صراحه. ونسوي له ستوب من هني لين المدينه الاساسيه، لين المدينه الثانيه حق اللي يداومون هني هذه بس. ويردون شو يبون اكثر؟ ما يبون اكثر، ويبون عندكم حديقه في الوسط ولا ملعب واحد؟ ملعب واحد يكفيهم كل ابوهم بزياده بعد. ما نبي ملعب، جابانيز جاردن حديقه هني اكثر شركات. جابانيز جاردن شيء رسمي وحلو وكل حد بيحبه، في ناس تبي تداوم هني مش مفروض تطلع من برا. نبي مدرسه صغيرونه، ما نبي وايد مدارس، الجامعات والثانويه عندنا مفروض تكفي، مفروض ممكن نحط هاي سكول بعد بس ما نبغى. اذا يبون مستوى تعليم لازم يطلعون برا على المدينة الصغيرة، المدينة الصغيرة ما في مكان حق تعليم. انا اقول من الاخر الصراحة ما في مكان حق تعليم هني، مكان حق تعليم انسوا انسوا جدا. ممكن نسوي لها امتدادات ثانية، ممكن اوصلها طرف الجسر، ممكن وايد شغلات نسوي، سوي بامبنج ووتر، شركاتها عندها، خدماتها صغيرة، ممكن امدها لكن ما احتاج اكثر. شوف المينا، سوي حق امر مكان تحت. زين سوي حق امر مكان تحت. الحين انا كاني نسيت اني بوصل اصلا في شيء اسمه شارع صح؟ شوي توهكت مع هذا لأنه ما حسبت حساب عدل. تبون صدق، أنا ما كنت بحطي هذا وخطط آخر لحظة ما تمشي. أنا آسف لكن هذا شيء مهم أسويه، أنتم مو مشكلة خلكم لكن ممر واحد يكف. جزيرة صغيرة ما بيستوي، المفروض ذاك الزول زحمة الصراحة ما بيستوي. حتى محطة باصات ما يبغى ترى على فكرة، بس نبغى مواصلات داخلية للباصات فقط. وهدفهم كله دوار عود. زين واحد في الوسط، خلنا نشيل هالنقطة هاي. صرت ترجع مرة ثانية هني بس بيمشون يعني. ساكن هني، ساكن هني ترى المكان صغير، يروم يوصل للصوب الثاني بسيط، ما أحس قضية يعني. في سفن، في هذا، في باصات بس حق المكان هذا بتكون داخلية. ممكن بس خط هاي واي فور باص تو ماتش، بس ممكن ندخل المدينة قريب محطة الباصات هايج الثانية، ويشلون بعد هني إذا حد بيجي في محطة باصات قريبة. ونرجع وين؟ داخل المدينة هني، ويوقف هني يشل الناس اللي هني على أساس إنه يكون درب سريع. بس ترى الشارع هذا بيكون زحمة، يعني بيكون زحمة عليه لأن في وظائف يعني، والوظائف هاي تجيب ناس.
للحين انا محتاج صناعه مقارنه في الناس، لكن عادي هم بتمشي الامور. ممكن اخليها بس صناعيه، بس اذا سويتها بس صناعيه ترى بتستوي زحمه، يعني هني بتسوي وايد زحمه، كل الناس الصبح يبون يداومون هني، كل الناس. شوفوا مثلا، خلنا اراويكم، خلنا نسويها مثلا هاي، نلغي منها دي زون هاي، زين، لان ما نبغى كثر ناس هني حاليا. بنحط هالمنطقه شو مكاتب، احنا نحتاج مكاتب الحين، احنا نحتاج مكاتب الصراحه اساسا نعوض الصناعه. هني ممكن احط شيء حق سياحه، بس ما حطيت، بس خدمات اساسيه قويه يعني موجوده، خدمات اساسيه قويه. ممكن حتى احط لهم بس ديبوت هني من روحي، يطلع لهم باصات على فكره. بس لا بياخذ مساحه وايد، وانا ما بكسر المساحه اكثر من هاي، لان اوريدي مقسم المساحه وايد. بس بيون الناس، بس الناس بتيهني، ليش المكان بيكون مرغوب؟ بس كتجارة بتنهض على طول عند التجارة الحين والصناعة، ليش؟ لأن أنا محتاج تجارة وصناعة، وهذا في احتياج عندي في المدن عليه. ودام عندك احتياج في المدن على شيء معين، الناس تحول وتيك على الاحتياج اللي أنت عندك. هذا كم نفر شال؟ 30 باسنجر شال، بس مش كلهم هني ولا؟ لا نزل، ما أعرف، شال حد وما نزل أظني. وممكن نسوي مفترق ثالث ولا جوينت ثالث بالأحرى، نجمع الشارع مكان ثالث، بس أحس ما له داعي، لأن هني هذا الجسر ممكن نسوي شبكة عنكبوتية جسور هني. ممكن وايد شغلات نسويها على فكرة، وايد أمور حلوة ممكن نسويها، وايد استوى أن حل شبه حل مشكلة المي. الخمامة هني ما أعرف شو بيكون وضعها والله، تبون الصدق، لأن هني بروحها مش كافية السيارات الموجودة أظني. صحة كل مكان عندي صحة، صحة والمطافي لازم أحط المطافي غيره، لازم أحط سنترلايز ذهني حكم شيء كبير. لازم أسد، لأن بكبر المنطقة الصناعية وبعدين ما بفيها مشاكل. والشرطة، هاي الخدمات الأساسية، والتعليم والمواصلات، هاي كلها خدمات أساسية أصلا. خدمات اكثر عن هاي بعد ماشي. طبعا انا نزلت المدارس وانتم مش موجودين من ورا التسجيل، ف تزعلون لا تزعلون. وين صار الحين؟ شوف المنطقه هاي ما في ان احتياج كبير على الناس، احس ف قاعد استثمر مكان في الناس، احس حرام قاعد اجيب ناس اكثر للمدينه وانا مش محتاجنهم. لكن المكاتب مشروع ناجح والله، شكلها حلو، شوفوا شكلها جميل، جميل جدا، رائعة الصراحة. بس مستوى الماء ارتفع ولا لا؟ مستوى الماء اوكي، لانه وزنته متشل من تحت الماء واحطي مرة ثانية فوق الماء، يعني يمع اسوي حفرة على اساس اني احط ايبل. هذا المبدأ الاساسي. عندنا ارض كبيرة على فكرة، يعني ممكن اسوي مدينة ثانية كاملة هنا، وهي فكرة حاليا عندي انا، اسوي مدينة ومن البداية المدينة هاي يكون فيها قطارات ودنيا ووصل قطار في قطار، اسوي قطارات محلية، انها بتكون مدينة شوي بعيدة عن باقي المدن، يعني لان عندي مساحة هني ليش ما استغلها، يعني اسوي قطارات بس ما يوصل لها ماي اصلا، المكان ما في ماي فنعتمد على القطار. بعدين يوم بنفتح السيستم مثلا المطارات قريبا، المفروض المطارات ولا حتى الهاربر وهالسوالف، بنحتاج مطار داخلي، مطار دولي، بنحتاج وايد امور، فالتوسع بيكون مش صغير ابدا على فكره يعني. بس انا هذا دخلته اجباريا لاني انا ابغى القطار، خلاص انا ابغى القطار، قطار ابغى شيء اساسي عندي باللعبه هاي، غير قطار ما يصير. شوفوا شوفوا يجيب 200 نفر هني، هني زحمة ناس، صناعة، يسوي ازدهار في الصناعة على القطار، ويعطيك حلول بديلة للشاحنات اللي تجي كلها من برا. يعني السوق الوارد الحين عندنا بيكون في تنوع، الحين عندنا قطار كارغو، وقريب راح يستوي عندنا كارغو بحري اللي هو هذا الكارغو هاربر اللي هو ميناء
يجيب حق انا السمر ويستوي عندنا مين يجيب الناس. وابى طياره، ابى طياره، ابى طيارات، بس طيارات على 60,000 شخصيون. شوفوا هنا، شوفوا الازدهار اللي استوى، جميله والله، جميله المدينه اللي اشوفها الصراحه. يا ويل حالي، نعطيكم الدرون، درون شوت. شوف شوف شوف، هاي مال اليوتيوبرز. خلنا نشوف، ندخل المدينة كنا نحن بندش الحين، كنا حد بيدخلها صح؟ لا جميلة الصراحة. ها شو ذا كمباني، الشركة كمبانية كلهم هني. والله حلو مكان المينا، استوى جميل مكان. تعطونا صورتي الحين. يو بسوي قانون ممنوع الدرون بس حقي انا بصور. المهم هاي كانت حلقة الجزيرة، وشكرا لكم على المتابعة، نشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. لا تنسون لايك سبسكرايب شير، فعلوا الجرس، شوفوا الجديد، شوفوا الامور اللي عندنا، ان شاء الله تستانسون في الحلقات كلها وتعجبكم السلسلة باذن الله. وشكرا على حضوركم.